بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اشكر الله ان كلكم بخير والحمد لله على سلامتكم. بركه كبيره ان احنا نشوفكم، ربنا يحافظ عليكم. انجيل هذا القداس المبارك من انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 6 عدد 22 لعدد 27. وعشان تعرف تفهم الموضوع ده كويس لازم تعرف ان اصحاح 6 حصل فيه معجزة اشباع الجموع، واصحاح 6 هو اللي اتكلم فيه الرب يسوع عن الخبز الحي النازل من السماء، عن عطية جسد ودم لينا للحياة الأبدية. فمن هذا المنطلق ممكن نفهم المقصود بفصل الإنجيل في هذا الصباح المبارك. ممكن نحطها على الشاشة، إصحاح 6 عدد 22. إصحاح 6 عدد 22. وفي الغد رأى الجمع الذي كان واقفا عند عبر البحر أنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة، وأن يسوع لم يركب السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم. عدد 23. وجاءت سفن من أخرى من طبرية عند الموضع حيث أكلوا الخبز الذي شكر عليه الرب. يبقى واضح ان الجزء اللي هنقراه ده كان قبل معجزة اشباع الجموع ولا بعد؟ ها؟ بعد. فبيقول لك حيث جاءوا عند الموضع حيث اكلوا الخبز الذي شكر عليه الرب، لان الرب يسوع لما قدم الخبز للشعب رفع عينيه للسماء وشكر وبارك ود التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجميع والجميع أكلوا وشبعوا. فالموضوع دلوقتي بقى مرتبط بموضوع أكل الخبز أو الطعام يعني. وكنيسة أو آباء الكنيسة رتبوا هذا الفصل عشان الحد الجاي عندنا خبر حلو. حد جاي بقى ايه؟ هيبقى رفع الصوم، ماشي؟ فبتهيئكوا علشان تبقى مستعدين داخليا انكم تستقبلوا الصوم بمنطلق روحي. فاحنا هنتكلم عن موضوع اكل وشرب دلوقتي، موضوع طعام. عدد 24. فلما رأى الجمع ان يسوع ليس هناك ولا تلاميذه ركبوا هم أيضا في السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يبحثون عن يسوع. يبحثون عن يسوع. الناس دول لزاز قوي، أكيد وصل لهم الخبر إنه في واحد اللي هو الرب يسوع قدر يشبع الناس كلها من 5 خبزات و2 سمكتين، فكله جاي يدور على يسوع. يبحثون على يسوع، عن يسوع. ولما وجدوه فعبر البحر قالوا له يا معلم متى أتيت إلى هنا؟ احنا بندور عليك. حد هنا بيدور على يسوع؟ حد بيدور على يسوع؟ وانا عايز أسأله، انت بتدور على يسوع ليه؟ مش انا اللي بسأل، هو اللي بيسأل. انت بتدور عليا ليه؟ ليه؟ انت عايزني في ايه؟ ده السؤال، ده السؤال اللي محطوط قدامنا النهارده. عدد 26. اجابهم وقال لهم الحق الحق اقول لكم انكم تطلبونني لا لانكم رايتم ايات بل لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم.
لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. أتاري الرب يسوع لما أدى الخبز للناس وأكلوه، كان مفروض الأكلة دي يبقى ليها عمل روحي جواهم غير العمل الجسدي، غير العمل الجسدي. يعني احنا بناكل مش بناكل علشان بس ان احنا نعيش بالجسد او ان احنا نقف على رجلين او ان احنا نشتغل، ولكن احنا بناكل لان الجسد ده هو حامل الروح بتاعتنا، هو مسكن الروح بتاعتنا او النفس البشريه بتاعتنا اللي بيها بنعبد ربنا واللي بيها بنخدم ربنا. فاصبح موضوع الاكل اللي بناكله حتى الاكل العادي له شق روحي وشق جسدي. لكن الواحد لو كان هيركز على الاكل مجرد شبع شهوه الجسد وخلاص يبقى نسي الشق الروحي. لكن بالنسبه للمعجزه اللي عملها الرب يسوع دي كانت ليها بعد كبير قوي، ان المعجزه دي كانت بتشرح عمل الآب السماوي في شخص الرب يسوع. الآية نفسها، الآية كلمة آية يعني قوة، قوة يعني المفروض الناس دي كانت تفكر ازاي الرب يسوع قدر يحول الخبز ازاي يدي الأكل للشعب ده وبعدد كبير ويقدر الأكل ده. فما فكروش في الآب السماوي اللي بعت ابنه، ما فكروش في الابن اللي فيه ملء اللاهوت، ما فكروش في تحنن الآب السماوي اللي أعلنه في شخص المسيح، ما فكروش في الآية خالص، ولكن بس مجرد فكروا في ايه؟ احنا ايه؟ ناكل وايه؟ ونشبع، ناكل ونشبع. فقال لهم انتم تطلبونني لا لانكم رايتم ايات، انتم مش عايزين تشوفوا عمل الله، مش عايزين تلمسوا عمل الله، مش عايزين تتجاوبوا مع عمل الله، ولكن لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيه لكم ابن الإنسان، لأن هذا قد ختمه الله الآب. يعني بيقول لهم ما تدوروش بس على الطعام البائد بل دوره على الطعام الباقي. واضح ان المعجزة بتاعت اشباع الجموع دي كان ليها رد فعل كبير في وسط الشعب، شدت انتباههم جدا، حتى ان البعض منهم ابتدى يفكر هل هو ده النبي اللي احنا كنا منتظرينه اللي قال عنه موسى النبي، هل هو المسيح؟ البعض فكر، لكن ربما اللي راحوا يدوروا على يسوع في القصة بتاع النهاردة ربما ما فكروش في الموضوع ده. وبعض الناس لما لقوا الرب يسوع يعني بيعمل الأكل كده بسرعة وبلاش، يعني ده يحل المشكلة الاقتصادية بتاعت البلد بتاعتنا، يعني تخيل نجيب 5 رغيفة وسمكتين وشبع بيها الكنيسة كلها أو شبع بيها البلد كلها، فدي حاجة حلوة خالص، حل لنا مشاكل كتيرة قوي. فالبعض لما لقى كده قالوا نعمله ملك، فحاولوا يخطفوه ويعملوه ملك بقوة، ولكن هو هرب منهم. والبعض قدر
يفهم الحقيقة بتاعت الرب يسوع إنه مش جاي علشان طعام جسدي وبس، لكن هو جاي عشان طعام الحياة الأبدية. عشان كده لما بعض التلاميذ سابوه ومشوا، لما اتكلم عن جسده النازل من السماء، فالتفت لتلاميذه وقال لهم: أتريدون أنتم أن تأتوا؟ فبطرس قال له: لمن نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. فقلة أو بعضهم قدر يفهم إن الرب يسوع جاي علشان يعطينا حياة أبدية ويعطينا طعام الحياة الأبدية. أياً كان دوافع الناس اختلفت، لكن واضح إن الناس اللي راحوا يدوروا على الرب يسوع كان دافعهم الوحيد إنهم يأكلوا ويشبعوا، مش أكتر من كده. الطعام البائد مش عايز أتكلم عنه كتير، وطبعاً مقصود به الأكل العادي، إنه ما تخليش موضوع الأكل ده والشرب هو ياخد كل اهتمامك في حياتك. لا تهتموا بما تأكلون أو بما تشربون. لما الرب يسوع راح عند مريم ومرسى، فبيقول مرسى كانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فالرب يسوع قال لا أن تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. فواضح أن مرسى في الوقت ده لخمت نفسها في أنواع كثيرة من الأكل، كترت قوي في الأكل واهتمت قوي بموضوع الأكل، وبقى موضوع الأكل والشرب هو ده أهم حاجة، ولكن نسيت أنه في أهم من الأكل موجود في البيت، هو الرب يسوع نفسه، الضيف نفسه أهم من الأكل. الطعام البائد هو الطعام اللي بناكله وبنموت بعد كده جسديا، ولكن مش معنى كده أن الناس ما تاكلش أو ما تشتغلش عشان تاكل. الكتاب بيقول: من لا يعمل لا يأكل، من لا يعمل لا يأكل. ولكن هو المقصود أن ما يبقاش الانشغال كله، ما يبقاش الانشغال كله هو بس طعام الحياة الزمنية، يجب يبقى لينا انشغال بطعام الحياة الأبدية. طبعاً ممكن من ناحية رمزية ممكن الطعام البائد أحط تحتيه حاجات تانية خالص بعيدة عن الأكل والشرب الجسدي. ممكن أحط تحتيه مثلاً شهوات النظر، يعني بيقول لك العين لا تشبع من النظر، ما ده الشهوات النظر دي بالنسبة للعينين عبارة عن أكل، فده طعام بائد. فأي حاجة فيها شهوة جزانية أو شهوة خاطئة هو طعام بائد. مش هسترسل في الطعام البائد، لكن عايز أركز كده في كلمتين. الطعام الباقي هو أساساً كلمة الله، لأن الرب يسوع لما جاله إبليس وقال له حول الحجارة خبز، قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طبعاً لو إحنا نعرف أي حاجة من مبادئ اللغة اليونانية أو الأصل بتاع الترجمة ده في اللغة اليونانية، هتلاقي يعني عجب شوية إنها مكتوبة بكل لوجوس، كل لوجوس يخرج من فم الله، كل لوجوس يخرج من عند الله. فده أنا ليه بقول الأصل اليوناني، لأن المسيح نفسه هو إيه؟ اللوجوس، هو كلمة الله. فإحنا دلوقتي بقينا قدام الطعام الباقي، هو الرب يسوع نفسه وكلام الله، يعني المسيح هو كلمة الله المتجسد
وكلام الله اللي احنا بنسمعه هو كلمة الله المقروءة أو المسموعة. والمسيح نفسه هو ادانا كل كلام الله من فمه المبارك. أيوب يقول من وصية شفتيه لم أبرح أكثر من فريضتي ذخرت كلام فمه. عارفين في الأديرة لما يوزعوا الأكل على الرهبان فيقولوا ده المرس بتاعك، اللي هو هنا اللي بيقول عنه أيوب فريضة، يقول أكثر من فريضتي يعني المرس. برضه عندنا في الكنيسة كتاب اسمه قتمارس، قتمارس ده يعني النصيب بتاع اليوم، النصيب بتاع اليوم. فبيقول أيوب من وصية شفتيه لم أبرح، يعني أنا ما فرقتش وصايا ربنا، دايما أنا ملتصق بوصايا ربنا. أكثر من فريضتي يعني أكثر من المرس أو أكثر من الطعام اليومي بتاعي ذخرت كلام فمه. أنا ادخرت كلام الله، الكلام اللي طالع من فمه. فالسؤال دلوقتي، هل كلمة الله لها هذا المركز في حياتنا؟ هل كلمة الله لها هذا المركز في حياتنا؟ وخصوصا ان احنا في الصوم الكبير تلاقي الكنيسة بتهتم قوي بكلمة ربنا بطريقة اكتر، هي دايما تهتم بكلمة ربنا، لكن في الصوم الكبير في أقداس الايام تلاقي في رفع البخور النبوات. النبوات دي عبارة عن فصول من العهد القديم بتتقري. احنا متعودين في القداسات العادية بنقول فصول من العهد الجديد، لكن في الصوم الكبير بنزود ويبقى فيه النبوات من العهد القديم. ولما نوصل لأسبوع الألام ربنا يديكوا طولة عمر هتلاقوا بقى النبوات تكتر، تبقى أكتر وأكتر في أسبوع الألام. ده ليه؟ إن احنا عايزين نشبع بكلمة ربنا، عايزين نشبع بكلمة ربنا. داود النبي في مزمور 19 في عدد 10 يقول أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد. يعني كلمة ربنا بالنسبة له قيمتها أعظم من قيمة الذهب والإبريز، وطعمها في العسل أحلى من العسل وقطر الشهاد. مزمور 119 في عدد 72، مزمور 119 كله بيتكلم عن كلمة الله. يقول شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. في 119:3 يقول ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. فشوف ازاي رجال ربنا والناس بتاع ربنا الحلوين يستلذوا بكلمة الله، ينشغلوا بكلمة الله. مزمور 119 برضو في عدد 111 يقول ايه ورثت شهاداتك الى الدهر لانها هي بهجة قلبي. يعني الحاجة اللي تفرحني ان انا اسمع كلامك وان انا أقرأ كلامك. برضو في أرمية 15:16 يقول كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. بطرس الأولى 1:22-25 يقول إن احنا مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يعني كلمة ربنا دي كل ما احنا بنقراها بنتجدد كأننا بنتولد مرة تانية. هو في الحقيقة احنا اتولدنا مرة تانية في المعمودية، وبعد كده هذه الولادة تثبت وتنمو
وتتجدد فينا بكلمة ربنا. يعني كل ما أنت تقعد قدام كلمة ربنا وقت طويل تحس إن كلمة ربنا دي بتنقي فيك وبتغسل فيك وبتجدد فيك وتطلع إنسان تاني، تطلع إنسان تاني. أقول لكم الكلام ده ليه؟ يعني أنا يمكن ما بحبش أتكلم في سلوكيات كتير، ولكن أنا حاسس إن إحنا محتاجين نسمع حاجة زي كده، إنه إحنا عندنا وقت بس بنضيعه في أي حاجة، نضيعه في أي حاجة، نضيعه في الأخبار، وخاصة إنه كل شوية في أخبار جديدة، وبنضيعه في السوشيال ميديا، وخاصة إنك أنت ممكن تقعد على الفيسبوك ولا أي حاجة من السوشيال ميديا تضيع فيها الساعات، بنضيعه في حاجات كتيرة. طب ما بدل ما نضيع الوقت ده، طب ما تيجي نقعد قدام الإنجيل، تيجي نقعد قدام الإنجيل، ما تيجي نقرا الإنجيل. مين فيكم قرا الإنجيل امبارح؟ مش عايز حد يرفع إيده، بس خليها في سرك يعني بيني وبينك كده. مين فيكم قرا الإنجيل امبارح؟ مين فيكم قرا إنجيل الأسبوع اللي فات؟ مين فيكم؟ سؤال، كم ساعة الأسبوع اللي فات قضيتها قدام الإنجيل؟ وكم ساعة أنت قضيتها في كلام أي كلام، وفي برامج تلفزيون، وفي سوشيال ميديا حاجة زي كده؟ كم ساعة؟ كم ساعة؟ جاوب نفسك كده، واجه نفسك. طب وبعدين احنا بندور على يسوع، بنبحث على يسوع، معقول تبحث على يسوع فين؟ تبحث على يسوع فين؟ هتلاقيه في الهيصة والزيطة اللي عايش فيها العالم ده؟ لا حبيبي، لا. انا عايز الصوم الكبير اللي جاي، يعني اعتبر الوعظة بتاعت النهاردة دي هي مجرد تنبيه ان احنا في الصوم الكبير الجاي، عايز الصوم الكبير الجاي يبقى انشغالك هو كلمة الله. كلمة الله اللي في الكتاب المقدس، وكلمة الله اللي بتتناولها، لان احنا برضو في التناول احنا بنتناول اللوجوس، نتناول كلمة الله، جسد المسيح ودمه. لان المسيح بيقول ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم، انا هو خبز الحياة، من يقبل الي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش ابدا، من يؤمن بي فله حياة ابدية، انا هو خبز الحياة، الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت، أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فواضح خالص، يعني مش محتاجة نباهة ولا ذكاء، واضح خالص إن الكلام دلوقتي بيقول الطعام اللي ينبغي ان احنا نشغل بيه الفترة الجاية وطول حياتنا طبعا، هو حاجتين اساسيتين، كلمة الله وجسد المسيح ودمه، كلمة الله وجسد المسيح ودمه. وده اللي بنعمله في الكنيسة في الصوم الكبير. تلاقي زي ما قلت لك نقرأ نبوات كتيرة في الصوم الكبير، وقراءات كتيرة طول الأسبوع، ونعمل أداديس كتيرة. يعني يمكن مش بنصلي كل يوم في الأيام العادية، ولكن تقريبا في الصوم الكبير في أداديس كل يوم تقريبا، يعني فكل يوم في أداديس، معناه الخبز الحي النازل من السماء مقدم ليك. لما تيجي تعالى، عندك فرصة تصلي في الأيام وتتناول، تعالى قاعد في البيت تعمل إيه؟ أنت قاعد في البيت، أنت قدام كتابك المقدس، انت عندك وقت تيجي الكنيسة، تعال احضر قداس وتناول، اشبعوا بالطعام الباقي الذي للحياة الابدية، اشبعوا بيه. طبعا كل واحد يشوف اعماله، ما قلناش حاجة، ربنا يقويكم، وانا عارف ان الدنيا صعبة، لكن ربنا يقويكم، لكن ما يبقاش انشغالكم هو الطعام البائد فقط، او هو الحياة الزمنية فقط،
تعالوا ندي اهتمام لحياة الروح بتاعتنا، نغذي الروح، نغذي الروح بتاعتنا، وإلا هيبقى كلام الرب يسوع ينطبق علينا: انتوا بتدوروا عليا لأنكم أكلتوا وشبعتوا، مش بتدوروا عليا عشان تشوفوا الآيات. الآيات هي إيه؟ الآيات إنك أنت تستخدم، إن أنت تستقبل عمل الله الآب السماوي في شخص المسيح من خلال جسد المسيح ودمه، ومن خلال قراءة الكتاب المقدس. هل تقدروا توعدوا ربنا النهاردة إن الفترة الجاية تبقى فترة اهتمام خاص بالإنجيل؟ ده سؤال. هل تقدروا توعدوا ربنا النهاردة إن كل فترة الجاية تبقى فترة اهتمام بحضور القداسات وتناول طعام الحياة الأبدية، جسد المسيح ودمه؟ هل تقدروا توعدوه كده؟ ولا انتوا عايزين المسيح علشان يقضي لكم حاجات زمنية وخلاص؟ ما لو هيقضينا حياة زمنية وخلاص يقول لنا عشان انتوا أكلتم الخبز وشبعتم. لا، فتعالوا نهتم بكلمة الله، تعالوا نهتم بالتناول الأسرار المقدسة في الفترة الجاية، تعالوا نهتم بدراسة الكتاب المقدس. يعني أنا بصلي من كل قلبي يا رب أعطيني قوة إن احنا نرجع تاني وندرس الكتاب المقدس في العشيات زي ما كنا بنعمل زمان، والناس تحضر درس الكتاب المقدس، والناس تبقى عطشانة تعرف كلمة ربنا. أحبائي، احنا عشنا للجسد يمكن أقول عمر بحاله، تعالوا نعيش الأيام اللي باقية نعيشها للروح. زي ما غزينا الجسد كتير واهتمينا بأمور العالم كتير، لا، تعالوا الفترة الجاية نهتم بأمور الحياة الأبدية، طعام الحياة الأبدية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.